رجل أدى الصلاة وعندما خلع ملابسه وجد بها أثرا للنجاسة، فما حكم الصلاة؟ إذا كان صلى وبثيابه نجاسة وهو ما درى عنها أو داري عنها ونسيها، صلاته صحيحة. ما إذا كان متعمدا عارم أن فيه نجاسة ومتعمد الصلاة فيها لا تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة في البدن والثوب والبقع. أما الناسي أو الجاهل اللي ما علم فليس عليه شيء، صلاته صحيحة. نعم.